سورة في القرآن الكريم من قرأها ينزل له من السماء 70,000 ملك لعظمتها. السلام عليكم مشاهدين الأعزاء. يعرف القرآن الكريم بأنه كلام الله تعالى الذي تكلم به على الحقيقة، سواء أكان من حيث حروفه أو معانيه، وهو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله الحق عن طريق السماع، فقد سمعه الملك جبريل عليه السلام من الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسمعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تم تدوينه. ويعد القرآن الكريم كتاب الدين الإسلامي، ولكن يوجد بعض الآيات في القرآن فضلها الله عز وجل على غيرها. وفي هذا الفيديو مشاهدين الكرام سنتعرف على سورة قرآنية من يقرأها ينزل له 70,000 ملك لما فيها من عظمة، فهيا نتعرف عليها. ولكن قبل أن نبدأ مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. السورة التي شيعها 70,000 ملك حين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة الأنعام، وهي السورة السادسة حسب ترتيب المصحف الشريف. وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه أنه قال: إن سورة الأنعام نزلت جملة شيعها 70,000 ملك حتى أنزلت على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعظموها وبجلوها، فإن اسم الله عز وجل فيها في 70 موضعا، ولو يعلم الناس ما في قراءتها ما تركوها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من قرأ سورة الأنعام كل ليلة كان من الآمنين يوم القيامة، ولم ير النار بعينه أبدا. وتأتي سورة الأنعام بالجزء الثامن، وترتيبها بالقرآن السورة السادسة، عدد آياتها 165، ولهذا تعد من أطول السور، تناولت آياتها قضايا كبرى في أصول الشريعة والإيمان. ومن القضايا التي تحدثت عنها هذه السورة: 1- قضية الألوهية، 2- قضية الوحي والرسالة، 3- قضية البعث والجزاء. وعن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة